السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في لقاء سابق عن موضوع التفرقة بين الأبناء، هناك مناقشات. نعم، التفرقة ليست فقط في موضوع المال والتدليل، أيضا في المسائل النفسية، في المسائل الاجتماعية، وهناك أمثلة كثيرة متعددة راح نذكرها واحد واحد، وهي عبارة عن أمثلة ولا تضم يعني كامل صور التفرقة ما بين الأبناء، يعني مجموعة من الأمثلة وعليها فقس. ذكرنا في الفيديو السابق موضوع البنت اللي تركوها لها بالزريبة بسبب أن أمها حلمت، يعني كانت تتحلم في حلم، والجد اللي مات وأعطى كامل تركته لحفيدة قبل ما يموت وخلى العائلة تحترق. ففي البنات مثلا يخلون بنت تختار ما تشاء من ملبوسات، بنت أخرى لا، ما لها حق أن تختار أي شيء. هذا مثال. نقطة مهمة، الأمثلة أذكرها لواقعية، شيء حقيقي، شيء صار، يعني مش خيال. منها على سبيل المثال أنه يحق لابن معين محدد أنه يبدي رأيه، أما البقية لا، يحق له الاعتراض، يحق له الاختلاف، أما البقية لا. أيضا يحق له التصرف فيما لا يحق له التصرف فيه، أما البقية أيضا لا. تمييز. طبعا لضيوفنا الجدد اللي ما تابعونا في الماضي، تابعوا الفيديو الماضي، راح نرفع على اليوتيوب. وهذه رسالة للآباء وليست للأبناء. الابن المدلل دائما على حق، دائما على صواب، أما البقية فهم دائما على خطأ. لاحظوا الميزان، مش وقت ووقت، لا دائما. في المجالس والمناسبات يكون جميع الأخوة موجودين، ولكن يتم التعريف بهذا المدلل، تفرقة. طبعا هذا قد يكون لدى الرجال وقد يكون أيضا لدى النساء، يعني هذه البنت تسوي لي تبي غير خواتها. جرت العادة في التكنية أن الأب يكنى بأكبر أبنائه، لكن في أثناء التفرقة لا، يسمي ويكني نفسه بالصغير. على سبيل المثال في التكنية يكون هذا الأب كنيته أبو صالح، ولده الكبير اسمه صالح. إذا سألوه أبو من؟ قال أبو عبد العزيز الصغير. وإذا سألوه الأبناء أو الحضور اللي يعرفونه، أنت أبو فلان؟ قال كلهم أخوان، كلهم أخوان. هذه هي التفرقة. يترك زيارة بعض أبنائه ويزور بعضهم، يعني يروح للمدلل ويترك البقية. يكون هناك دعم اجتماعي، بمعنى أنه يبرز هذا المدلل اجتماعيا ويخفي البقية. أيضا في الدعاء، كل الإخوة البقية لهم الحق في أن الوالد والوالدة يدعون لهم، لكنهم لا، يتركونهم ويدعون فقط للمدلل. يعني يقول يا أبوي أنا جاتني ترقية أو زيادة، فيقول لي كم يعني؟ الثاني لا، يقول الله يوفقك ويزيد. الأبناء المهمشين كل واحد له احتياجات، يقول له يا أبوي أنا أبغى شيء معين، أحتاج شيء معين، يقول له ما عندي. المدلل يقول له أبشر. فالأب يكون ما عنده يطلع ويروح يتسلف له. شو الفرق بينه وبين أخوانه؟ هذا هو السؤال. أحياناً يكون احتياج الابن هذا المدلل لشراء مخدرات، مسكرات، سفر لملاهي، يدعمه. أما الواحد من مجموعة المهمشين يقول له يا أبوي أنا سيارتي متعطلة، أجار ما عندي، أكل في البيت ما عندي، يقول الله يرزقك، شايفني قاعد على بنك، تبيني أبوق لك، تبيني أصب ماي وجهي قدام الناس عشانك، روح شوف لك عمل. فتجد الابن المدلل يأخذ لأبوه سيارة ويسفره بالطيارة، أخوه الثاني لا، ينام في نخل، ينام في الشارع، ما عنده مشكلة، ما عنده مانع، ولذيذ على قلبه. ليه؟ يقول هذا ما يستاهل وهذا يستاهل، طيب ليه؟ هذا ينفق على عياله وذاك يلعب بأمواله، هذا محتاج وهذا متلاعب، يعطي المتلاعب. إذا دخل المدلل ابتسم وتهلل، وإذا دخلوا بقية إخوانه طالع فيهم مكشر، طيب ليه؟ هؤلاء بارين،
هذا قليل أداة ويمد يد عليك ويضربك ويهينك ومع ذلك تدلله. ليه؟ أنا أعلمكم ليه. العديد من الأباء يخشون من بذاءة وفحش هذا الشاب المدلل، يعني تدليله من باب الخوف، من باب الخوف منه، كف شره، كف أذى عنهم هم، أما عن عيالهم البقية هم أخوهم ينجزون. أيضا الأبناء البارين المطيعين إذا زعلوا راح يرضون طاعة لله، أما هذا عاق وعاصي إذا زعل طلع من الباب وما رجع، ترك إخوانه، ترك أهله، ترك أمه، ترك أبوه، فيحنون ويخافون يفقدونه. بس أما الصابرين على الظلم أهل المساكين إن زعلوا بيرجعون وبيحبون الرأس وبيحبون اليد وبيحبون الرجل. تبقى مسألة، أنت كأب وأنت كأم لا تستخدمين واقع أفضليتك على الأبناء عند الله عز وجل وسلطتك بهذه الطريقة الخاطئة. وهنا السؤال، هل في الكتاب أو السنة ما يدعم هذا السلوك الخاطئ، هذا الظلم، هذا الجور، أم لا؟ هل بين الله في الكتاب أو في سنة نبيه اللهم صل وسلم عليه أن الآباء لن يعاقبوا بظلمهم للأبناء أم لا؟ فأنت كأب وأنت كأم قبل ما تجيبون أبناء تعلموا كيف تربون، كيف تعدلون. من الأطروحات اللي وصلتني أن يقولون العيال كبروا يعني ما نقدر نعدل فيهم، ما نقدر نصلح فيهم، كل واحد عنده عيال، كل واحد في بيته. هذا خطأ. أيضا هناك مسألة، الله عز وجل عندما خلق أبنائك بألوان وأشكال هذه خلقة الله عز وجل، يعني مش اختيارهم، هذا شكلهم الله خلقهم عليه. ثم أن هذه الأشكال والأخلاق اللي مجبولين عليها هي عبارة عن مناصفة ما بين جيناتك وجينات زوجتك. أيضا العقول والأقدار والتوفيقات والأرزاق كلها من عند الله عز وجل، وكل واحد مميز عن الآخر، فهذا ذكي في شيء معين وهذا ذكي في شيء آخر وهذا ذكي في شيء ثالث ورابع وخامس، كل واحد مميز. وهذا التنوع مفيد لك، يعني أولا وجود الأبناء نعمة فلا تجعلها نعمة، ثانيا قدرات متعددة، القدرات والمهارات المتعددة قوة للأسرة، يعني لو صار كلهم متخصصين في مجال واحد استفدت. لكن هذا شيخ وهذا طيار وهذا مهندس وهذا رجل أعمال وهذا أكاديمي وهذا طبيب، فإذا الوالدين يحبون شيء معين، أمنية معينة في أبنائهم، مش لازم الجميع كلهم يسرون عليه. أنت تمنيت شيء في أبنائك وطلع هذا الابن مناسب لهذا الشيء، نعمة من الله عز وجل والبقية فيهم خير. ومع ذلك بعض الآباء يدللون بعض الأبناء لا لأنهم مميزين، بل بالعكس مفسدين ومضرين لأنفسهم ولأسرتهم. وهذا الكلام ينطبق على الكبير والصغير، على الذكر والأنثى، اتقوا الله في أبنائكم. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك والإعجاب والتعليق، وحياتك أسهل مع فيصل خالد.